بسم الله الرحمن الرحيم. بين الدين والحكمة. أولا، الدين مدرسة نظرية لتربية البشر ومخاطبتهم برسائل خفية، أي قصص تخاطب اللاوعي في الإنسان، فتعتمد الأديان على ممثولات واقعية من واقعنا بعناصره الخمسة، ويكون المقصد مخاطبة العقل الباطن ليتطور بتغذيته عبر الزمن، كأم تغذي نفسها بالظاهر ولكن المقصد تغذية جنينها أولا وطفلها ثانيا عندما يصبح قابلا للولادة بانتظار ولادته في مرحلة أخرى من تاريخ الزمن الطويل بوعي مستوى آخر بنفسه. إذن الدين مدرسة عم نتعلم منها شيء، والقصص اللي منشوفها بالأديان، الناس الإلحاديين الماديين بيتهموا المتدينين بأنهم خرافيين بسبب القصص، عمليا ما معهم حق يتهموهم بالرغم من جهل القائمين على الأديان بفهم رمزية القصص. هاي القصص تخاطب العقل الباطن للبشرية، مثلا قصة أهل الكهف تخاطب العقل الباطن، قصة اثنين من الضأن، اثنين من المعز، اثنين من الإبل، اثنين من البقر، ثمانية أزواج، القرآن الكريم إلى رمزية باطنية عم تخاطب الشبكة المعلوماتية للاوعي. اثنين، الحكمة تطبيق عملي للمرحلة الدينية النظرية. إذا الحكمة صارت تطبيق واقع، هي ممارسة الفضيلة بالواقع، فيصبح الروح حيا ببصيرة باصرة بعد أن كان الروح من أمر ربي. في الدين كان الروح من أمر ربي، بينما في الحكمة أصبح الروح حي واقع. ثلاثة، الإله يصبح واقعيا في مرحلة الحكمة بعد أن كان نظريا في مدرسة الدين. أربعة، الأخلاق والعبادات تصبح نابعة من الذات في مرحلة الحكمة بعد أن كانت مفترضات وشرائع وتكاليف وطقوس ونواميس في مدرسة الدين. خمس، القيامة تقوم بوعي المسيح الحق في مرحلة الحكمة وتبقى أمنية مستقبلية ينتظرها رجال الدين لتقوم لهم بجنتها وعلى غيرهم بنارها. إذا الدين اعتقادات، الحكمة تطبيق عملي للاعتقادات. ست، التضحية بالأنا أساس الحكمة، والتضحية بالحيوانات مظاهر دينية. سبعة، لباس التقوى خير لباس في مرحلة الحكمة، ولباس زي ظاهري يميز الأتباع في مدرسة الدين. لباس التقوى ولباس أهل الحكمة. ثمانية، الحكمة جوهر صاف ودر ثمين، والدين بذرة فيها القشرة واللب بانتظار الزرع والصبر على النمو، حتى الأزهار والثمار في مرحلة متقدمة من الحياة، فيبلغ الدين غايته بثمرة الحكمة فيه، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تسعة، مشاهدة الجلال الرباني إشراق وحضور ورؤيا حق، ووجوه ناظرة إلى ربها ناظرة في مرحلة الحكمة. أما في مدرسة الدين فإن معنى تجليه وظهوره ومشاهدته يأخذ طابعا وهميا محرفا عن
رمزية الحور العين. هاي 9 بنود مقصود بالرقم 9 لمقالة مهمة تميز بين الدين والحكمة، تنتهي ب غاية العلوم الوصول للراحة والطمأنينة والسلام. أي سلام ستكون عليه النفس عندما تصبح العلوم سببا لتضخيم الأنا وتشتيت العباد بالهوى والرغبات؟ أي علم هذا الذي يؤدي لما نرى من دمار وصراعات؟ إن لآلي العلم في بحور الحكمة الإلهية لا يتناولها إلا من كان من معدن تلك البحور.